ولا مشاهدينا نتعرف على احوال الطقس. نعود فيها مره اخرى الى فاطمه خليل. اليك فاطمه. شكرا يوسف، شكرا ايه، واهلا بكم مجددا واخيرا مشاهدينا، وجوله اخيره مع احوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 34، الصغرى 24، الإسكندرية 30-25، مطروح 30-24، بورسعيد 31-25، إسماعيلية 34-22، وجوها حار. بالنسبة للسويس 34-24، العريش 32-24، طابة 35-24، شرم الشيخ 38-29، الغردقة 38-29، وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 40-28، أسوان 40-28، الوادي الجديد 38-27، شلاتين 36-27، حلايب 33-28، وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.